ايه اللي هيحصل لو اتحطيت في موقف ان انت لازم تحارب عدو معين عشان تطرده من ارضك؟ مفيش مشكله، بس لازم يبقى في توازن شويه في موضوع القوه، يعني السلاح يبقى شبه السلاح، عدد الناس زي عدد الناس، يعني حاجات زي كده. بس لما تبقى كل حياتك في قبيله سنه 1700 كل الاسلحه اللي معاك هي سيف وسهم ورمح، ويجي لك عدو من بره الكره الارضيه، كائن فضائي معاه اسلحه انت عمرك ما شفتها في حياتك ومتقدمه عنك على الاقل 500 سنه، ساعتها نتيجه الحرب دي هتبقى حاجه غير متوقعه تماما. Today's movie is Prey. Prey من إنتاج سنة 2022 ومن إخراج دان تراكتنبرغ ومن بطولة أمبر ميد ثاندر. الفيلم من نوعية الأكشن ثريلر ساينس فيكشن، وهو جزء جديد من مجموعة أفلام بريدتر. واللي ما شافش أفلام بريدتر قبل كده خلينا أديك فكرة عنها. أفلام بريدتر بتنزل من الثمانينات لحد النهاردة وقصتها بسيطة جدا، في مخلوق فضائي معاه أسلحة متطورة جدا بينزل من الفضاء ما نعرفش منين لحد كوكب الأرض، وأول ما بينزل الأرض بيجيب الأسلحة بتاعته كلها ويبدأ يصطاد في كل حاجة قدامه، بني آدمين حيوانات الأخضر واليابس، بيموت كل حاجة. ليه؟ محدش عارف اصلا لحد دلوقتي، من اول جزء لحد النهارده محدش عارف هو بيصطاد في الناس دي ليه. هو كل شغلته ان هو يصطاد، عشان كده هو هانتر، هو بريدتور، وعشان كده احنا دايما الفريسه او البراي. اتعمل الفيلم ده بتاع 6 اجزاء، احلاهم الاول والتاني، وان كنت اميل للاول اللي هو بتاع ارنولد اللي كان في الثمانينات ده، ومن بعدها السلسله دي ما شافتش خير، فما كنتش متحمس قوي للفيلم ده. بس الفيلم ده بيحكي عن اول بريدتور نزل على كوكب الارض، مع كل حد كان بيحاربه او ينزل معاه دايما بيبقى معاه جزء من الاسلحه، رشاشات، بيبقى معاه مسدسات، بيبقى معاه مدافع، بازوكا، مش عارف حاجات كده. بس المره دي اول مره يرجع يجيب الاوريجين بتاع اول واحد نزل للكوكب ده. ليه؟ لان الاسلحه ايامها كانت سيف وروم، حاجات صعبه جدا ان انت تحارب بيها واحد معاه ليزر وحاجات موجهه من دماغه وبيعملها ودرع وحاجات كلها اوتوماتيك. ونزل على قبيله بقى مفضيه، اروش واحد فيهم بيصطاد ارنب ولا غزاله ويرقص له رقصتين عشان المطر وبس، مواجهه غير عادله لو جيت تفكر فيها من اي جهه. وكعاده الاجزاء الثانيه قصه بسيطه جدا، هو بينزل وعايز يصطاد القبيله دي واحد واحد بس كده. هي دي قصه الفيلم. بس القصه ان المواجهات ما بين الاثنين، واحد معاه خنجر وواحد معاه ليزر وطلق وبارود، نتيجة المواجهات اللي بتبقى موجودة ما بينهم بيبقى صعب جدا انك تتوقع ايه اللي هيحصل في الاخر. زي ما قلت انا من الناس اللي اصلا بتحب السلسلة دي، فالفيلم حلو والفيلم وحش انا لازم اشوفه لاني بحب السلسلة دي. بس الفيلم ده فعلا مختلف عن بقية الاجزاء التانية، اخر جزئين كانوا وحشين جدا بشكل خلى الناس تقرف اصلا من الفيلم ده وتقرف من اي سيكولز جديدة هتنزل له. بس الفيلم ده والفكرة الجديدة بتاعت ان انت تجيب حاجة متقدمة جدا في التكنولوجي وتخليها تحارب ناس لسه بالسهم والرمح وبيكتشفوا النار وحاجات كده متخلفة، دي كانت فعلا فكرة حلوة، لان في اي فيلم تاني هيبقى مسدس قصاد مسدس فانت في الاخر دول هيكسبوا، الدنيا هتبقى كويسة يعني. انما في الفيلم ده هو حطك في ضغط نفسي ان هي من اول لحظة ما هياش حرب عادلة، عشان كده اسم الفيلم براي، عشان هما من اول لحظة مش ندي ليه. ففيلم زي ده انت متوقع انك تشوف ناس بتموت بطرق وحشية جدا جدا، بيتقطع لهم مش عارف ايه ويتخلع ايه ويتسلخ جلدهم، وهو الصراحة عمل الموضوع ده في فيلم حلو للناس اللي بتحب الحاجات دي يعني بريدتور، فراجل مش فارق معاه الناس يبقى بتتوجع وهي بتموت ولا لا، فبيتلذذ وهو بيقتلهم بقى. وفي الفيلم ده استخدم موضوع الار ريتنج ده بشكل رهيب جدا، لانه قتلهم قتلات يعني الصراحة دمر الدنيا. انا فجأة حسيت ان انا في صفه مع ان انا مش في صفه يعني، او في صفه يمكن مش عارف. حاجة من الحاجات اللي ما عجبتنيش في الفيلم واللي كانت واضحة جدا واعتقد ان هي ما عجبتش معظم الناس، ان في جزء كده غير واقعي، لما الناس هياخدوا يشوفوا التكنولوجي بتاعته ويبداوا ان هم يتعلموها بطريقة او باخرى كده، يعني عشان خاطر نشوف ان الراجل ده قد ايه متقدم. انت دلوقتي اصلا لما بتمسك حاجة متقدمة، بتمسك ترانزستور ولا بتمسك كمبيوتر ولا بتمسك حاجة، انت ممكن تفكها وتفضل قاعد متنح برضو مش فاهم حاجة. فتخيل انت بقى على ليفل جهل من 300-400 سنة من دلوقتي، وبتشوف حاجة متقدمة عنك 500-600 سنة، وفجأة تكتشف هي بتعمل ازاي في 5 دقايق ولا في ساعة حتى ولا في يوم حتى. الموضوع مش واقعي وعمره ما هيبقى واقعي وما فيش منه مخرج للأسف، وهي دي كانت الطريقة الوحيدة اللي الفيلم لازم يتم بيها. هل الموضوع ده هيقدرك قوي؟ لا الصراحة، انا الموضوع بالنسبة لي كان عادي والنهاية كانت جميلة والفيلم كله كان مرضي بشكل كبير جدا، بس هي كانت غير واقعي. لازم نقول بس الحتة دي، حتى لو هي احنا عديناها في الفيلم، بس فعلا دي من نقطة الضعف الكبيرة اللي موجودة في الفيلم. ولكن في المجمل ما أثرتش خالص على استمتاعي بالفيلم نهائي. بمناسبة موضوع تعلم المهارات الجديدة، مامتي في يوم قررت ان هي تتعلم كمبيوتر. قلت لها انا عايز اتعلم الكمبيوتر اللي انتوا بتقعدوا عليه ده، انتوا بتعملوا فيه ايه؟ طلع تعالي اقعدي جنبي وهقول لك كل حاجة، ولسه بشرح لها الموضوع بقى، وده كيبورد وده ماوس وده مش عارف. اول كلمة قالتها لي قالت لي اقفله ازاي،
وده بيقول لك طبعا ان مش كل الناس كانت مجهزه ان هي تحارب الراجل ده. البنت اللي اختاروها واللي حرفيا كانوا بيقولوا لها على المطبخ في الفيلم حرفيا قالوا لها روحي على المطبخ حرفيا طلعت نينجا اول فيمينست في التاريخ. بس دي لو مامتي ما هنتعلم سكيلز ولا نتعشى؟ هنتعشى العشاء الاخير ده هيبقى العشاء الاخير. وفي الفيلم بيوصل لك قد ايه الحياه البدائيه دي كانت شيء صعب، وحتى الناس نفسها معدنها وطريقتها كانت مختلفه. يعني الراجل في النص اللي هو اخو البطله في النص كده بيقولوا الحق يا جماعه ده في واحد صاحبنا حد هجم عليه قال له لا ده نمر، قال له نمر راح واخد ثلاثه صحابه ما خدش البلد يعني ده خد ثلاثه صحابه وراح طالعين في ايه، قال لك احنا هنروح نصطاد نمر. فقالت له طب اجي معاك اساعدك، قال لها يعني انا عويل يعني انت شايفه ان انا محتاج حد معايا عشان اصطاد نمر؟ كانش تمته بالاب يعني حاجه مهينه جدا اللي هو انا ده نمر هصطاد واجي هقتل واديك رن يعني مش تاخر على خمسه كده هاجي. الفيلم بيتكلم باللغه دي وبالطريقه دي عشان تعرف ان الناس دي متكيفه مع الطبيعه وعندها سيطره عليها لدرجه كبيره جدا، وده له مغزى في الفيلم. بريكومند الفيلم ده للناس اللي بتحب افلام الاكشن او افلام الهانتنج بشكل عام، ولو طبعا انت بتحب افلام بريدتور لازم تشوف الفيلم ده. الفيلم يستحق ان هو يتشاف. لو عايز تشوف فيلم ساعه ونص لذيذ وفي اكشن وفي شويه حاجات كده جديده شوفه، هو لسه نازل وفعلا يستحق المشاهده. حبيت فيلم بري واستمتعت بيه وتقييمي ليه هو 7/10. الفيلم ده يعتبر بالنسبه لي تاني احلى فيلم بعد الجزء الاولاني. انا بحب قوي الجزء بتاع ارنولد اللي هو الجزء الاولاني خالص اللي في الثمانينات ده، كان احلى واحد بالنسبه لي وكان لطيف وارنولد كان ايام جامد كده. بس الفيلم ده حلو، وحلو برضو ان هم خلوا البطله ست على عكس كل الاجزاء اللي فاتت، وعلى عكس المتوقع ان يطلع من القبيله اللي بقى اللي كلها رجاله واصطاد نمر واجيلك مش عارف ايه ان تطلع البنت هي البطله بتاعه الفيلم. الحته دي كانت حلوه في الفيلم. وفي نص الفيلم في كونفرسيشن ما بين الاثنين الاخوات عشان تقول لك قد ايه هم مش فاهمين الموضوع ده، وهو بيقول لاخته I don't know if this thing can be killed، وهي ردت عليه وقالت له if it bleeds we can kill it. وبس. ولو وصلت لحد هنا يبقى انت وصلت لاخر الفيديو، شكرا جدا ليك. لو عجبك الفيديو اعمل لايك وشير وسبسكرايب، ولو لسه قدامك افلام كتير محتار تشوف اي واحد خليك معايا وانا اقول لك. اشوفكم الحلقه الجايه من اشوفك. سلام.